نشرة الظهر. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم مستمعينا، أهلا بكم إلى نشرة الظهر للأخبار. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن ترفيع في مبلغ إجراءات التقاعد الضعيفة من 180 دينار إلى 240 دينار شهريا بداية من جويلية الجارية. الحكومة ترخص في إنجاز خط كهربائي ذي جهد عالي للتيار المستمر يربط تونس وإيطاليا. وفي المؤتمر العربي للحادي والعشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات، الانطلاق في إعداد خطة استرشادية لكافة الدول العربية لمكافحة ظاهرتي الهجرة غير النظامية والتجارية بالبشر. في شأن الفلسطيني، أكثر من 50 شهيد وعشرة المصابين في مجازر إسرائيلية بقطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة. وجولة مفاوضات جديدة اليوم في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في القطاع. إلى التفاصيل. تبعا للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بكل من وزيرة المالية سهام البغدير نمسية ووزير الشؤون الاجتماعية كمال المدورية، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغنا اليوم الترفيع في مبلغ إجراءات التقاعد الضعيفة من 180 دينار إلى 240 دينار شهريا بداية من جويلية الجارية. مدير عام الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية نادر العجبية وضح للأخبار أن هذا الترفيع يشمل حوالي 310,000 منتفع، كما أفاد بأن الترفيع في جرايات المتقاعدين بعنوان السنة الحالية يدخل حيز التطبيق بداية من الشهر الجاري. في جراية شهر جويلية سيتم ترفيع في مبلغ المسبدة من 180 إلى 240 دينار للفئات الفقيرة، معناها المدفعة بجرايات مستنديق اللي هم في حدود 310 مضمون اجتماعي. أيضا خلال شهر جويلية سيتم اعتماد الترفيع الذي تم قراره بعنوان سنة 2024، ستتضمن جرايات شهر جويلية إن شاء الله تعديل الجرايات وصرف رابال بداية من 1 ماي 2024 لفئة منظوري صندوق الوطني الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعي وأيضا الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وجان في 2025 سيتم أيضا تعديل أيضا الجرايات لفائدة منظوري الصناديق الاجتماعية. التعديلات هذه راهي تشمل زادة الناشطين المباشرين واللي بدورهم جورهم تبدأ معادلة ومرفعة وفق النسب بعنوان سنة 2024 7% وفي 2025 7.5% بداية من تواريخ الفعالية. نحب نذكر فقط أنه الإجراءات هذه تشمل تقريب مليون متقاعد من منظوري الصناديق الاجتماعية. تم اليوم خلال جلسة عامة في مجلس نواب الشعب خصصت لتوجيه 7 أسئلة شفهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعطية، تم تأكيد في مداخلة النواب على ضرورة الإحاطة بالفلاحين والمرأة الريفية وخاصة توفير الماء الصالح للشرب للمواطنين بالإضافة إلى محاربة الفساد في القطاع. من جهته أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعطية أن الوزارة مفتوحة على الملاحظات والاقتراحات لمزيد النهوض بالقطاع. سمية الفرجانية والمراسلة التالية. دعت النائبة منال بديدة إلى مزيد الإحاطة بالمرأة الريفية في الساقط قائلة إنها تعيش ظروفا قاسية. من جهته أشار النائب عبد العزيز شعباني إلى وجود إخلالات على مستوى الدراسات فيما يتعلق بمشروع التنمية المندمجة في جنوب ولاية القصرين، ودعا إلى ضرورة توفير الماء الصالح للشرب لعديد العائلات، وهو ما أكد عليه أيضا النائب محمد أمين المباركي قائلا إن الماء حق دستوري. ومثل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سريانة محور مداخلة النائبة بسمة الهمامي التي أشارت إلى غياب الإنصاف المباشر للأهالي وتساءلت هل هناك متابعة للبرامج والمشاريع في القطاع الفلاحي من قبل الوزارة. وفي رده على تساؤلات النواب أكد وزير الفلاحة عبد المنعم بالعاتي أن توفير الماء الصالح للشرب لكل المواطنين من أولويات الوزارة رغم الشح المائي و التغيرات المناخية. الوزير أكد المضي قدما في محاربة الفساد، وفي هذا الإطار تحدث عن إعفاء عدد من المسؤولين في الوزارة وإحالة ما على القضاء، كما أكد أن النهوض بالقطاع الفلاحي يتطلب تضافر كل الجهود، مشيرا في هذا الصدد إلى استكمال عدد من المشاريع وأخرى في طور الإنجاز. انتظمت اليوم في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أشغال المؤتمر العربي 21 لرؤساء أجهزة الهجرة
الهجرة والجوازات بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية في الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وشدد مدير المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة العميد أمين لوريكات في تصريح لوجه النمر على ضرورة الاستفادة من تجربة تونس في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية. هذا الاجتماع يعقد لكافة الأجهزة المعنية في موضوع الجوازات والهجرة وما يتعلق في الهجرة الشرعية والاتجار بالبشر وما شابه ذلك من الجرائم المنظمة. تونس عندها تجارب في هذا المجال من خلال الهجرة التي ترد إليه من خلال البحر أو من خلال الدول المجاورة. قلنا لعل وحبذا أنه زملائنا في الأجهزة المعنية في الهجرة والجوازات أنهم يستفيدوا من تجربة تونس في هذا المجال. هذا اليوم سنناقش الأمور متعددة أهمها ما يتعلق في موضوع الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص. أيضا راح نتطرق لموضوع البصمات الحيوية لجوازات السفر وما يتعلق بالأشخاص القادمين إلى دول عربية وإمكانية عمل منصة لجميع الدول العربية بحيث أنه تكون هذه المعلومات متوفرة للأجهزة بكل سرية. أيضا في نفس الوقت محافظة على حقوق وحريات الأشخاص بالإضافة لموضوع تزوير وثائق السفر والجوازات. كما أشار مدير المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة العميد أمين لوريكات إلى أنه تم الانطلاق في إعداد خطة استرشادية مشتركة لكافة الدول العربية بهدف مكافحة كل من ظاهرتي الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. احنا الان في صدد انشاء خطه استرشاديه لكافه الدول العربيه تسترشد فيها هي الاجهزه المعنيه في موضوع الهجره والجوازات بالاضافه للتجار بشر ومواجهه تهريب الاشخاص والاتجار في البشر ليتم تعميم على كافه الدول العربيه، ومن ثم ان شاء الله نخرج في توصيات التي تؤدي الى الهدف المنشود اللي هي القضاء على الاتجار البشر والهجره غير الشرعيه وموضوع وثائق السفر والجوازات المزوره. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج دورة المتفوقين للتوجيه الجامعي، وتم خلالها توجيه 120 طالب إلى المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى، و35 آخرين تم توجيههم إلى استكمال دراساتهم الجامعية في كل من فرنسا وألمانيا. المديرة العامة لشؤون الطلابية بالوزارة أحلام الدخلاوية أكدت لنجاة حسن أن الأوائل على مستوى الجمهورية تحصلوا على منح للدراسة بالخارج، مضيفة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماعات إخبارية لتأكيد قبولهم بأماكن التعيين. شارك في هذه الدورة 1853 مترشح من جملة 4619 تتوفر فيهم شروط المشاركة، أي بنسبة 40.11% قاعد تعيين 120 مترشح في المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى ليبست، وتعيين 35 طالب باش يحصلوا على منحة من الدولة التونسية، دونك عندنا 18 في فرنسا و17 في الجامعات الألمانية. هذا كتعيين أولي، علما أن الأوائل على مستوى الجمهورية تحصلوا على المنح للدراسة بالخارج. أثر التصريح بالنتائج تصير اجتماعات إخبارية في معهد التحضير للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى. بالنسبة للمتحصلين على منح في فرنسا تكون يوم 11 جويلية، اللي تحصلوا على منح في ألمانيا دونك تكون نهار 15 جويلية كموعد للاجتماعات الإخبارية، ونهار 16 جويلية للي تحصلوا على مقاعد في ليبست. مش نمدوهم بكل معلومات حول الدراسة بالخارج، وكيف كيف هي فرصة باش يأكدوا قبول التعيين متاعه اللي هو باش يكون غايب في الاجتماعات الإخبارية تسمى متخلي، باش يتم تعويضه من قائمة الانتظار اللي ديجا تم نشرها على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. كان 155 مقعد. تحتضن تونس اليوم وغدا قمة الجامعات اليابانية وشمال أفريقيا بمشاركة هامة على مستوى رؤساء الجامعات من اليابان وتونس وأفريقيا، قمة سيتم العمل خلالها على تركيز مشاريع بحثية مشتركة خاصة في المجالات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة، وفق ما أكده للأخبار مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملك كشلف. تونس واليابان عندهم علاقات متجذرة في التعاون في المجال العلمي والتكنولوجي. تونس تحتضن للمرة الثانية هذه القمة كمؤشر على أهمية هذه العلاقات. سيتم التركيز في هذه القمة اللي يحضر فيها 8 جامعات يابانية على مستوى رؤساء ونواب رؤساء وعديد من جامعات شمال أفريقيا وأيضا من نيجيريا على تركيز مشاريع بحث مشتركة خاصة في المجالات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة، خاصة
برنامج ساتريبس، وهو البرنامج الياباني الأهم لتمويل البحوث، واللي كان لتونس تواجد فيه عبر زوز مشاريع كبرى في مجالات تثمين الموارد النباتية للتنمية المستدامة. اليوم يحضروا كل الجامعات التونسية، والهدف هو أنهم يحددوا أولويات للتعاون المشترك اللي يمكن تمويلها في إطار مشاريع بحثية في مجال التنمية المستدامة. وفي إطار السعي إلى خلق فضاء للتشبيك بين الكفاءات التونسية بالخارج وفتح المجال لها لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وفي الجهود التنموية لبلادنا، ينظم التحالف العالمي للكفاءات التونسية يوم 23 جويلية الجارية ندوة دولية بالعاصمة بمشاركة 1500 مشارك و100 شركة، وفق ما أفاد به للأخبار أمين نعلول رئيس جمعية خريجي المدارس الكبرى تونس. ننتظر أكثر من 1500 مشارك جلهم من كفاءة تونسية بالخارج، أكثر من 100 شركة وشركة ناشئة ومؤسسة باش تكون حاضرة معتك إكسبوزان، وتم أكثر من 50 شخص ولا شخصية باش يتكلموا باش لي كونفرنس ولي منتديات باش تفيد، ولكن زادة في خطابات نحبوها تكون ملهمة وتعطي دفع جديد وتعطي طاقة إيجابية وتعطي الفكرة للناس اللي يمكن عندها اليوم قدرات وعندها أفكار، ولكن يمكن مش عارفة كيفاش تتقدم بها ولا كيفاش تمر إلى الفعل. وهذا هو تولينا كل نمر من الفعل، خطر بلادنا في حاجة أن نرتقي لدرجة أخرى من الفعل ومن الانتاج، ومش نحسن وضعنا ومش نحسن وضع البلاد ووضع التونس الكل. رئيس جمعية خريجي المدارس الكبرى أمين علولو أضاف أن عديد الشركات من قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والتكنولوجيا والطاقة ستكون مشاركة في الندوة الهادفة إلى خلق ديناميكية بينها وتحسين مناخ العمال وقدرة تونس على استقطاب الكفاءة التونسية بالخارج واستثماراتها. مع عديد الشركات الناشئة في ميدان الخدمات المالية، في ميدان الانتقال الطاقي مش تكون حاضرة معنا، سواء زاد شركات باعتينها توانسة ولا توانسة من كفاءاتنا في الخارج في تونس، وإلا شركات باعتينها توانسة في الخارج في شط الميادين في الستارتوب، لكن زادنا برشا في ميدان التكنولوجيا والخدمات المعلوماتية عديد شركات مش تكون حاضرة في القطاعات الاقتصادية اللي يمكن تبدو ساعات قطاعات كلاسيكية واللي هي زادة قاعدة تعيش في تغيير. مع عديد القطاعات قاعده تنظم في روحها وتتهيكل في دي كلوستر، ينظموا بعضهم كما شكونوا حاضرين معنا، كلوستر ميكاترونيك، فيدراسيون دو تكسيل النبيمون، تاكت نتاع اللوكتورين والخدمات المعلوماتيه. يعني تم ديناميكيات قاعده تصير في تونس للغايه، نحسنوا زاد من مناخ الاعمال في بلادنا ونحسنوا من قدره بلادنا على استجلاب الطاقات والكفاءات هذه واستثماراتها اللي هي زاد خدمه لازم نخدموا عليها الكل مع بعضنا، شكونا نرتقيوا ببلادنا وبأعمالنا وبخدمتنا للمستوى اللي نطمحوا لأولادنا. رخصت الحكومة التونسية في إنجاز واستغلال خط كهربائي ذي جهد عالي للتيار المستمر طوله حوالي 106 كيلومتر بالأراضي التونسية، منها 100 كيلومتر جزء بحري وقرابة 6 كيلومتر جزء تحت أرضية، وذلك في إطار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المادة. ويربط هذا الخط وفق قرار صادر بالرائد الرسمي بين الجزء البحري بنقطة الربط المزمع تركيزها بالمنطقة الصناعية في سيدي جمال الدين في قليبيا، ومحطة الجهد العالي المزمع تركيزها بالمنطقة الصناعية بالملاعبة في منزلة ميم من ولاية نابل. سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 22% مع موفى شهر مايو المنقضي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق نشرية الوضع الطاقي لشهر مايو الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وسجلت الصادرات إلى موفى شهر مايو ارتفاعا في القيمة بنسبة 23%، بما زادت الواردات بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
في تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 52 فلسطينيا و 208 جرحى في 4 مجازر ارتكبها الكيان الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ بدء حرب الإبادة على غزة إلى أكثر من 38 ألف شهيد على الأقل وفق آخر تحيين. هذا واستهدفت طائرة الاحتلال محلات تجارية ونسفت مباني سكنية في منطقة المغرقة في المحافظة الوسطى في القطاع، فيما طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة غزة في منشورات ورقية ألقتها طائرته على مناطق مختلفة من القطاع بالنزوح إلى مناطق الوسط. وفي المقابل قالت كتيب القسام أن أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في كمين بعد تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في حي تل الهوى في مدينة غزة، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة 11 آخرين خلال معارك وسط قطاع غزة. دبلوماسيا وعلى صعيد المفاوضات، من المنتظر أن تلتقي وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل في الدوحة اليوم من أجل استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 9 أشهر. هذا وأكدت وسائل إعلام مصرية أن الوفد الأمني المصري بقيادة رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل سيكون في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت. كما تحدثت عن أن هناك اتفاقا حول كثير من النقاط وأن المفاوضات ستعود إلى القاهرة غدا الخميس. نقطة نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن الترفيع في مبلغ إجراءات التقاعد الضعيفة من 108 دينار إلى 140 دينار شهريا بداية من جوليا الجارية. الحكومة ترخص في إنجاز خط كهربائي ذي جهد عالي للطيار المستمر يربط تونس وإيطاليا. وفي المؤتمر العربي 21 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات الانطلاق في إعداد خطة استرشادية لكافة الدول العربية لمكافحة ظاهرتي الهجرة غير النظامية والاتجارية بالبشر. وفي شأن الفلسطيني، أكثر من 50 شهيد وعشرات المصابين في مجازر إسرائيلية في قطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة، وجولة مفاوضات جديدة اليوم في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في القطاع. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه إلى حضرتكم ياسين الفوغالي للقاء.